استكمالا لدعوه الفريق اول مع الشيخ راشد بن عبد الله الخليفه وزير الداخليه خلال لقائه امس الخميس مع نخبه من ابناء الوطن لتعزيز المسؤولية المجتمعيه في اطار الجهود الوطنيه لمواجهه انتشار فيروس كورونا وانطلاقا من دور وزاره الداخليه وحرصها على تعزيز السلامه العامه واطلاع الراي العام على المستجدات المتعلقه بتعزيز الامن المجتمعي من خلال الشراكه مع الوزارات والجهات المعنيه لمكافحه انتشار فيروس كورونا تعلن وزارة الداخليه انه تم حصر اسماء كافه العائدين من ايران خلال شهر فبراير 2020 وتحديد اماكن تواجدهم حيث يبلغ عددهم 2292 شخصا عادوا الى البحرين قبل ان تعلن ايران تفشي الفيروس فيها وقد تجاوب منهم 310 مواطنين مع دعوه الحمله الوطنيه لمكافحه فيروس كورونا وقاموا بتسجيل انفسهم لجدوله مواعيد الفحص الطبي عبر الاتصال على الخط الساخن 444 تعرب وزاره الداخليه عن شكرها لمن ابدى من العائدين تجاوبا وقام بتسجيل وجدوله الفحص حرصا على سلامته وسلامه اسرته والمجتمع فانها تشدد على اتخاذ كافه الاجراءات القانونيه اللازمه بحق كل شخص عاد من ايران خلال الفتره المذكوره ولم يقم بالاتصال وعمل الفحوصات المطلوبه خاصه وان مكافحه انتشار هذا المرض مسؤوليه فرديه ومجتمعيه يجب النهوض بها وبشكل جدي كامل وتشمل الاجراءات المطلوبه من الاشخاص العائدين من ايران خلال شهر فبراير الجاري الاتصال باسرع وقت ممكن على الخط الساخن 444 لتسجيل موعد للفحص الطبي المطلوب واذا اثبتت نتائج الفحوصات ان الشخص غير مصاب فسيعود مباشره الى منزله على ان يستكمل بنفسه وفي غرفه منفصله مده الحجر المطلوبه كما نشير في هذا السياق الى منح اجازه طبيه مدفوعه الاجر لمده اسبوعين لكل شخص يحضر لاجراء الفحص اللازم وفي سياق متصل تهيب وزاره الداخليه بكل من يعنيهم الامر عدم القيام باي تجمعات عامه خلال اسبوعين حفظ الله البحرين من كل شر وسوء